مساء النصر كابتن خالد، تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي وكل جماهير النادي الاهلي متابعنا من كل مكان، مكملين تغطيتنا ومباراه السوبر الاهلي والزمالك، ومشهد اكثر من رائع هنا داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. جمع كبير جدا من الاعضاء بيحرصوا على مشاهده المباراه، ويعني يصرنا ان احنا نتكلم بشكل فني اكثر عن المباراه. وينضم لينا كابتن احمد السحيلي نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين والمدير الفني للفريق 2002. كابتن احمد تحياتي ليك في البدايه، مباراه كبيره مباراه سوبر، شايف المباراه فنيا ازاي خاصه وهي في بدايه موسم، ولكن النادي الاهلي زي ما بنقول بدا بكاس الكوسه الافريقيه، لكن دي اول مباراه رسميه في الموسم نادي الزمالك. هو ان شاء الله يبقى موسم كويس وبطوله ان شاء الله مهمه. طبعا تحياتي الاول لكابتن خالد العوضي والكابتن محمد الالفي والكابتن ياسر لبيب والكابتن حسام غريب طبعا والكابتن احمد بلال. ان شاء الله السوبر اهلاوي، ان شاء الله الاهلي راجع واخد بطوله كسبان، روح المعنويه مرتفعه. طبعا تكريم الكابتن محمود الخطيب للفرقه ده برضو اداهم حافز، وان شاء الله عندهم اصرار ان شاء الله للسوبر يبقى اهلاوي ان شاء الله. كابتن احمد انت كنت لاعب سنتر، النهارده دور اسلام حسن خاصه زي ما بنشايفين انخيل هرنانديز اول مباراه مع الفريق، شايف التجانس يحصل ازاي في المباراه؟ ان شاء الله ان شاء الله اسلام قدها ان شاء الله. اسلام خبراته طبعا مع اسامه الجزيري مع مصطفى خليل، ان شاء الله الافضليه تبقى للاهلي ان شاء الله. انخيل ان شاء الله يبقى اضافه قويه للفريق، وان شاء الله السوبر افريقي ان شاء الله، السوبر اهلي ان شاء الله بامر الله. شكرا كابتن احمد بالتوفيق. شكرا كابتن خالد، دي كانت اجواءنا وكلامنا هنا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. كلمه حضرتك وضيوفك الكرام.